حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل بكم إلى ثاني فقراتنا لهذه الليلة. وعندما تمد دولة الإمارات يدها بالمساعدة فهي من منطلق التعاون والمساندة والدعم لأي إنسان وفي أي مكان، عون لا يشوبه المن بأي شكل من الأشكال. هكذا هي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا. صحيح محمد، منذ أيام قام مشروع أرقام تتنفس بحملة واسعة لدعم اللاجئين السوريين خارج وداخل مخيم الزعتري وبعض الأسر المعوزة الأردنية بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل الخيرية في منطقة الصالحية. تعد مشاهدينا مبادرة أرقام تتنفس الشبابية الإماراتية التي أسستها منى حرب الأولى من نوعها لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن على مستوى تقديم خدمات متخصصة خلال هذا الشتاء. طبعا مشاهدينا، المزيد من المعلومات والتفاصيل حول المبادرة الشبابية الإماراتية أرقام تتنفس وأيضا حول أهدافها ومشروعاتها، معنا اليوم بالاستوديو الإماراتية منى حارب مؤسسة هذه المبادرة، وأيضا معنا اليوم من أعضاء المبادرة من لبنان لينا أبو علوان، ومن البحرين معاذ نعيم. حياكم الله، يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا الله يحييكم. أكيد سعيدين اليوم يعني بهذا اللقاء. بس أختي منى، بما أنك مؤسسة هذه المبادرة، خلينا في البداية نبتدي نتكلم عن الاسم أرقام تتنفس. خبرينا يعني معنى الاسم. هالسؤال أول سؤال ينسأل لي أنا دائما عن المبادرة. أرقام تتنفس بدأت في يوم من الأيام أنا كنت قاعدة قدام التلفزيون، نعم، مثل ما كنا نحن نتابع القضية السورية دائما نلاحظ يمكن أن المرجع دائما يكون على شكل أرقام. نعم. هاك الوقت أتذكر كان 1,000,000 لاجئ، 100,000 قتيل، 60,000 معتقل، وهلم جرى. يعني قاعدة أقول زي هالأرقام مين تمثل؟ ما تمثل أشخاص، ما تمثل ناس كانوا عايشين شراتنا، لهم كانت حياتهم، وكانت لهم عوائلهم، أهلهم، اللي يعني وضع كان جدا شبيه بالوضع اللي نحن عايشين فيه حينه. فنحن كطبيعة النفس البشرية يعني إحنا ما نتفاعل كثير مع الأرقام. صح انها مهمه تعطينا حجم المأساة احصائيا، لكن ما نتفاعل فيها على المستوى الشخصي. فلو اعطيتك 1,000,000، تكلمت عن 1,000,000 لاجئ، وحطيت في الكفه الثانيه شخص واحد او قصه طفل واحد من هاللاجئين، انت كانسان بتتفاعل مع القصه اكثر من تفاعلك مع الرقم. صحيح، سبحان الله، هذا شيء يعني فينا كلنا اكيد. فجت الفكره ان طيب هالارقام لها حياه، لها نفس، لها يعني لها صفة بشرية، هم لسه عايشين يعني. فأنا من تخصصي في التسويق والاتصالات المؤسسية، ودراستي والخبرة اللي عندي كلها صب في هالمجال. فأول شيء في بالي أن ليش ما نقص قصص الناس هذه؟ ليش ما نحاول نوصل قصتهم للعالم؟ ليش ما نعطي روح لها الأرقام ونحولها من مجرد رقم جامد لرقم يتنفس، لرقم لحياة؟ فجت الفكرة من هالمنطلق وبديناها. سبحان الله، في يوم وليلة طلعت ثاني يوم أنا على الأردن. صحيح. ما شاء الله، أكيد فكرة جميلة والمنطلق كان جميل والهدف كان سامي بكل تأكيد. نحن ذكرنا في المقدمة بأن المبادرة إماراتية والفريق إماراتي، لكن اليوم ما شاء الله بوجود النخبة اللي موجودة من أبناء وبنات العرب، بكل تأكيد هذا فخر للمبادرة كونها يعني تجمع ما بين فريق يضم كافة أنحاء يعني أو عفوا أعضاء من كافة الجنسيات ومن مختلف الأقطار العربية. بننتقل لك لينا، حدثينا عن مشاركتك في هذه المبادرة كونك عضوة في هذا الفريق، وكيف كانت المشاركة الأولى لك؟ المشاركة الأولى كانت هلأ لما رحنا الأسبوع الماضي على مخيم الزعتري. منى تعرفت عليها، كانت جاية أول مرة من الأردن، وكل مرة كنت شوفها كانت تخبرني وتفرجيني صور، بس أكيد كنت أتفاعل مع الصور ومعه لأنه كنت حس قد شو هي عم تمرق وشو عم بتشوف. صحيح. بس كله كوم، ولما رحت لهونيك ولما شفت الصور، شفتوا الناس مظبوطين كيف عايشين، وهيدا كان هيدا التجربة يعني. بتحزن. يعني أول مشروع من هذا النوع تشاركين فيه؟ هالقد يكون تعاطي مع الناس؟ أي أول مرة. وهو مش عمل تطوعي هلأ منى بتقلها.
أكيد بناخذ كل هذه التفاصيل. بس أيضا بنسأل الأخ معاذ اليوم شو اللي تقدمه هذه المبادرة للاجئين، وأنتم أيضا كأعضاء شو اللي تقدمون اليوم؟ يعني أكيد كل شخص منكم له مهمة يقوم بها، شو اللي تقدمونه أنتم اليوم من خلال هذه المبادرة؟ إحنا الله يسلمك يعني نقدم مساعدات للي محتاج، مو بس السوريين، يعني لما رحنا هناك السوريين وغير السوريين. صحيح. اللي محتاج كنا نقدر نساعده ساعدنا. نعم. باللي نقدر عليه طبعاً، مو مؤسسة إحنا ولا منظمة، مجرد أفراد. صحيح. إحنا ننوه طبعاً بأنك أنت أخ معاذ من مملكة البحرين الشقيقة، كذلك أخت لينا من جمهورية لبنان الشقيقة. جميل، تفضل. فالبرد جاي الحين، فأختمنا آخر مرة راحوا وشروا لهم ملابس، فهالمرة شرينا بطانيات، شرينا دفايات، في الناس اللي محتاجين عمليات غطيناهم والحمد لله. ما شاء الله. جميل. الله يجزاكم الخير. طيب يعني ربما مثل هذه المبادرات بكل تأكيد منى وأنت يعني خير العارفين في هذه الجوانب وفي هذه الأمور تحتاج إلى دعم مباشر، دعم مؤسسي، دعم حكومي، دعم قطاع خاص وغيره. هل تحتوي هذه المبادرة وهل تضم دعم أو رعاية من مؤسسات مختلفة؟ حاليا لا. مثل ما قلت أنا كان مجهود شخصي في البداية، وبعدين صارت مجموعة جهود شخصية. صحيح. لكن من خلال إن شاء الله من خلالكم من خلال البرامج هذه الناس يعرفوننا أكثر. صحيح. وفي نحن الحين حاليا جاري نحاول أن نحصل نوع من الصيغة الرسمية للمشروع. فقاعدين نتكلم مع بعض الجهات الخيرية وبعض الجهات الرسمية ونحاول نكون تحت مظلتهم. الآن مثل ما قلت أنا هذه بدأت بجهود شخصية، ونحن كلنا في نهاية اليوم عندنا وظائفنا اليومية وعندنا حياتنا يعني، فنحاول بقدر الإمكان أن العطاء اللي نعطيه من خلال هالمبادرة يكون منصب على الناس أكثر من الأمور الإدارية. صحيح. فكثير من الناس قالوا ليش ما تسوونها منظمة؟ المنظمة يبالها شغل كثير ويبالها وقت، يعني نحن أنا شخصيا تفرغ تام وشخصيا أفضل أن أعطي وقتي للناس مباشرة من أني أنشغل بالأمور الإدارية. صح. جميل. فإن شاء الله نكون في يوم من الأيام يعني عن قريب تحت مظلة رسمية من إن شاء الله. نحن أكيد بنتعرف أكثر على هذه المبادرة ويا مشاهدينا من خلال هذا الفاصل وراجعين. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وما زلنا متواصلين وياكم في هذه الفقرة يعني الإنسانية المميزة. أختي لينا قبل شوي قلتي اليوم اللي يشوف غير اللي يسمع، أنت يعني رحتي وشفتي على الطبيعة، خبرينا أهم الزيارات اللي قمتي فيها مثلا، وشو الصعوبات اللي واجهتكم في هذه الزيارات، ومن وجهة نظرك شو احتياجات اللاجئين؟ احتياجاتهم كتير كبيرة كتير، على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي وعلى كل شيء. يعني هلا قبل ما نفوت كنا عم نشوف، بعثوا لنا صوره على تويتر انه في ثلج، يعني في خيام ما فيها سجاد على الارض، يعني ابسط الاشياء المفروض تكون موجوده ببيت او بمحل لواحد يقدر يعيش ما انها موجوده عندهم، وهلا خاصه مع الثلج ومع البرد. يعني هذا واحد من الأشياء اللي كتير أثروا فيها، وأثروا بعتقد بأي حدا مش بس فيه، يعني أي حدا بيشوف يعني صعبة
صعب كثير. أكيد صحيح. طيب معاذ، من خلال رصدكم لأهم الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء المتواجدين في هذا المخيم من إخوتنا وأخواتنا كذلك، ما هي أهم احتياجاتهم؟ خصوصاً أن نحن حالياً مثل ما تفضلت لنا، نحن موجودين في شهر أو دخلنا على شهر الشتاء تحديداً وعلى فصل الشتاء، فمن اللي رصدتوه أنتم؟ ما هي أهم الاحتياجات اللي رصدتوها؟ المخيم مثل ما تدري كبير، يمكن 4 كيلو، وفي تقريباً 180,000 لاجئ، نصهم يهال، ويمكن 80% من الأهالي أعمارهم أقل من 11 سنة. هذين أحوج من غيرهم يعني حق الدفايات وحق الملابس. وحين بعد في المطر المخيم كله طين تحول، والثلج بعد يقولون اليوم. صحيح. وفي مدارس صغيرة داخل المخيم، فاليهال لما يروحون يحتاجون شيء يغطون فيه ريلهم، ملابس دفيهم. في صعوبة تنقل خاصة مع الطين. فأحوج شيء يعني أتوقع إنه شيء يدفون روحهم فيه. منى، يمكن ذكرتي قبل الفاصل بأن المبادرة هذه تضم كذلك طاقات شبابية من خارج الأقطار العربية، صحيح؟ سبحان الله، كان التفاعل ما كان بس من الإمارات أو من الدول العربية. يعني عندنا أخت اليوم معنا في الزيارة جت من أمريكا على الأردن بس عشان توثق الرحلة لصالح برنامج أرقام تتنفس. عندنا ناس شغالين في أمريكا، عندنا خوات من ألمانيا، عندنا الحمد لله يعني من الشرق للغرب ما شاء الله 18 شخص هنا من أعضاء الجروب أو أعضاء المجموعة في الإمارات، وعدنا نكملها على 50 عضو في الأردن. فالمجموعة قاعدة تكبر، ويمكن الشيء اللي خليها تكبر إنه ما في نوع من الستركتشر أو التنظيم الرسمي لها، فكل واحد بي عنده فكرة جديدة يبغى يساعد بطريقة ما يقدر يشتغل تحت مظلة أرقام تتنفس، ونحن نساعده بقدر الإمكان. صحيح. نعم، جميل. منى، اليوم أنت تحاولي يعني توصلي هذه الرسالة بكل الطرق، ويمكن أهم بعد في فيلم وثائقي تعدينا عن اللاجئين، كلمينا عنه. الفكرة أساساً كانت توثيق لما بديت، فأنا دائماً أقول هالكلمة يعني شليت قشي ورحت. ما كان في أي نوع من الاستعداد يعني قبلها. في يوم وليلة قررت أن خلاص أنا ما أقدر أقعد ثم أطالع الأخبار، لازم الواحد يسوي شيء. فرحت ما كنت عارفة شو بسوي، معايا الكاميرا، فقلت خلنا أحاول أقابل هالناس وتشوف شو تطلع من هالزيارات. فبدأت عملية توثيق من خلال الفيديو، من خلال الصور، ويعني وثقت يعني ما شاء الله أن يمكن فوق 50 قصة، 50 مقابلة بس في أول رحلة سويتها. رجعت صار نوع من طيب أنا شفت الناس، عرفت الحين كل واحد شو فيه شو ما فيه، معقولة برجع بشتغل على الدوكيومنتري أو الفيلم الوثائقي تبعي وأنسى عنهم؟ فالفيلم شغالة عليه بس تأخر شوي لأن في أمور أهم الواحد لازم يرجع لها حاليا، في حالات طبية، في إصابات، ونحن معظم الحالات نركز على الأطفال. فيعني بدخلكم شوية في الجو. الصور حالة طفل هيك عمره 6 سنين. واسمحوا لي يمكن الصورة شوية تكون ثقيلة يعني. فعندك 6 سنين طفل، إصابة حرب، أشلاء والأمعاء كلها طلعت عقب الإصابة، تشوف الفيديو تبعه، تشوف الأمعاء على ينبه وهو على ينب، أمه طايحة عنه مترين بعيد عنه، الله يرحمها. فهص يوم تشوف حالات مثل هاي، الطفل هذا صح يمكن ما شفته في لحظات الإصابة بس شفته على طول عقبها أول ما وصل للأردن. فالواحد ما يقدر يشوف شيء مثل هذا يقول خلاص بوثق وبنسى. أكيد. هالناس اللي احتياجات. صحيح. وفي قصص من هذه كثير فكان نوع من التصرف الفوري. بعد ما رديت البلاد قلت لازم إنه في نوع من المساعدة الإنسانية المباشرة تكون. أكيد. اليوم كذلك فرصة لكل من يتابعنا ومن خلال كذلك ترويجكم لهذه الحملة اللي ربما الناس تابعتها وبكثرة. أنت ما شاء الله عليك أكيد أن استفدتي في من مجال عملك في الترويج وتسويق لهذا المشروع وهذه المبادرة الإنسانية. كيف بالإمكان تقديم الدعم من خلالكم؟ مثل ما قلت لك حاليا نحن مش رسمية، مش جهة رسمية،
فمعظم التبرعات اللي تيجي تيجي عن طريق الأشخاص المتطوعين. فيعني معاد مثلا يعني لما جمع عنا أساس أنه كان معاه مبلغ وقال أنا بأصرف هالمبلغ في حالات اللاجئين يعني. فقلت له أنا ما أخذ فلوس تعال وصرفها بإيدك. فهذا اللي حصل في المجموعات اللي يعني معظم المتطوعين اللي كانوا معانا أو الأعضاء اللي كانوا معانا جو على هالأساس. مساهماتهم الشخصية. مساهمات شخصية هذه وحدة. النشر الفكرة لأن مثل نحن بدينا توثيق ونشر لقصص لاجئين سوريين. فبروحي أنا ما بقدر أسوي هالشيء. صحيح. يعني لما أنت مثلا كلمتني على البرنامج الإذاعة التلفزيون الصحافة الأشخاص الكلمة لما تنتقل بين الناس يعني تساعد أكيد. كثير أكيد. الشيء الثالث الحالات إذا عندك حالة طبية أنا أكتب القصص هاي بصورة مستمرة فأحيانا أضع حالة طبية محتاجة مساعدة فورية في ناس يكون لهم اهتمام أن يغطون التكاليف أربطهم مباشرة بالحالة والمستشفى فيكون الدعم من هاك بهالطريقة. صحيح. الخطوة الجاية قولي لي منى بشكل سريع. الله أعلم. بعدكم ما حددتوا حاجة. أنا ما هالبرنامج بحد ذاته ما أحب أخطط أنا خططت حياتي كلها وفي شغلي كامل بس لما أخذت هالخطوة ما كنت ما فكرت تصرفت نحن حابين ان نسجل ماشي بموضوع التسجيل يعني بس لمجرد ان الخير يعم صحيح لكن وين الله اعلم الله للحين ان شاء الله كنا بادين شهر 6 ما كملنا نتمنى لكم كل التوفيق حقيقه يعني وفعلا مبادره ورساله انسانيه جدا مميزه نحن نتمنى لكم كل التوفيق وشاكرين وجودكم ويانا في الاستوديو الاستاذه منى حارب مؤسسه المبادره وايضا الاخت لينا ابو علوان والأخ معاذ نعيم شكرا جزيلا على وجودكم موفقين إن شاء الله شكرا جزيلا كل تأكيد مشاهدينا فاصل ولنا عودة لا تذهبوا بعيداً.